هو صحيح الاحياء الشعبيه معناها مخزون انتخابي كبير بحكم معناها الافكتيف الموجود معناها البوبولاسيون اكثر عباد موجوده معناها من حيث العدد في الاحياء الشعبيه. اما شنو تبقى المشكل السياسي يجو كان في الانتخابات اللي يجي ياكل بحذاك كاسكروت واللي يجي يلعب بحذاك تور حرامي واللي يجي يعمل بحذاك قهوه يعملوهم الكل. بعد انتخابات ينسوا الاحياء الشعبيه وتبقى نفس المشاكل معناها تاع الاحياء الشعبيه. ابسط حكايه اليوم معناها تصب الشتاء شارع 106 معناها تعبى بالماء ما فما حتى حل معناها الحكايه هذه عندها سنين. وتبقى زاده المشكل انه زاده العباد ماهيش فايقه انه ماهيش تعاقب في العباد بالصندوق اللي انا كي ننتخبك اليوم وانت غدوه ما تعاونيش وما تعملش اول حاجه ما تتقيدش ببرنامجك الانتخابي وما تعملش المرجوع اللي انا نحبك تعمله. غدوه انا ما نفوتي لكش هذا المفروض ولا لا هذا مش هو صاير. مثلا ما نعرفش انا ابسط مثال حركه النهضه هي شاده من 2012 كل سوا حكمه وحده ولا حكومه معها شكون ونفس الحكايه تعاود تنتخب وغدوه باش تلقاها في البرلمان. هذه الحكايه معناها كان جاي فما عقاب بالصندوق اللي كيما الكوره اللي ما نجحش انا هبطتك ما لعبتش بالقدا غدوه نبدلك. هذا هو مش هو صاير معناها وش ابقى نفس الحكايه تتكرر فهمت يعني نقص وعي شعبي زيادة هي منا ومنا معني. سيدنا عمر جو باش يعطوا المسؤولية خاف منها المسؤولية يخاف لا يغلط في حق واحد رضي الله عنه. هذي ما ناس تعارك على كراسي من بعد ما تاخذ الكراسي يقول لك البلاد فالسة انت باش تاخذ مشروع تعرف فيه مربوح يعني هذي ما يتعاركوا على المرابيح الدولة. مانيش نخسر انا الناس هذي ما اللي تشد في الكراسي باش غدوه كي هو يشد كرسي باش يخزر لي انا ولا يخزر لك الزوالي ولا يخزر البلاد وقبل كل شيء قبل انا وقبل الناس الكل. الناس تو كثره البطاله فيها اخويا ما عادش راعيه والظروف العباد يبعث لك فاتوره ماء وضو وما هو يهموش في الشخص هذاك يخدم ما يخدمش كاري وما يدخلوش يخدم يقولوا ليه انتخبني باش نجم دخلك تخدم وما يدخلوهش يخدم. هذا شعب منافق شعب شو مثله بكلمة واحدة شعب سامحوني في الكلمة رمز ويفهمها اللي يفهمها. شكرا. جماعتين يفصلون على الانتخابات قررت شكون باش تنتخب؟ ما عندي حتى واحد في مخي مانيش باش ننتخب. حتى الثقة من الكل؟ من الكل لا ايه ماني تخزل وانت باش تعطيه الثقة. يقولوا لك البلاد فالسة في الانتخابات يخرجوا يتجاراو يحبوا ياخذوا الكراسي. البلاد فلس علاش تقرب لها انت؟ علاش تجري في جره الكرسي انت باش تشد رئيس انت ولا غيرك؟ شنو مربوحك انت؟ مربوحك باش تمشي مصالحك وكهو مصالح البلاد ماهيش باش تمشي. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وكهو. باهي سمعني كيفاش نطلع انا على البرامج نتاعهم؟ جابوا التلفزه معناها جابوهم في التلفزه يحكي كل رئيس شنو عنده البروجي نتاعه وشنو باش يعمل. كل ما تفهم شيء فهمتني يحكونا في الاخبار هذاك راهو حطوه في الحبس هذاك مظلوم هذاك ما عرف شنيا. حتى فرنسا تحكي علينا احنا كيفاش الديمقراطيه دخلت في حيط ما بالك احنا باش نفهم هما ما فهموش رواحهم احنا مش نفهمين فهمت. تو انا واحد من الناس قال لي برا نخ وشكون باش نخ واللي باش نخبو انا باش نعطيه صوتي ومن بعد راسيني نعرض في صبعي ماهوش باش يعمل هاد الشيء باش نخبو باش يدخل ولد خالته يخدم ولد عمته وجده وحاسيل وفاميليا كامل يدخلها العيله الماكه تخدم وحتى اللي عنده كيما قال لك بطاقه عدد ثلاثه مسخه يدخل يخدم ويترسل والاخرى كلها تقعد مسكين الزوالي طبيب ورب يحطوش 100 رئيس في تونس مادام 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 تسمع فيا مادام دوله هذيا مبنيه على السرقه اما كفاحه الفساد هذيا اللي عملوا فيها ما ريت منها شيء. عباد صحيح تو انا قبل نكره بن علي من قبل اما عباد تو شوف يقول لك مبروك شي بن علي مبروك شي بن علي عباد تلمو ولو راجعين لتالي في بالهم باش نطوروا ثوره معناها باش تتحسن العباد وباش يا معلم رانا 14 مليون نورمالمون نعيشوا في رفاهيه كامله. ما حيت ضامن حتى رئيس ما جا وحتى حد ما جا كان السبسي الله يرحمه ونحمت البلديه غادي هنا ما جا حد هاك تشوفها منسي حيت ضامن منسي منفى حيطة ضامن عاملينه وتو هاي وتقول له من حيطة ضامن هاي وتقول له من حيطة ضامن اي واحد تقول له من حيطة ضامن يتفجع اي سياسي وما فهمتهمش على هش. شنو تحب تقولي لهم السياسيين هذوما؟ تفكروا حيطة ضامن خافوا ربي في العباد خافوا ربي في العباد خافوا ربي يخسر العباد شوف
ريتو قداش من واحد اخص 80 واحد قاعدين في قهوه ما يوصلش عمره 18 سنه كلها قاعده ما عندها ما تعمل. خافوا ربي في العبادات. راهو نهار تهبط فك النكبه راهو بينك وبين ربي حتى شيء، لا فلوس لا والو لا حتى شيء. مازالوا جمعتين على الانتخابات. انا شفت في الانتخابات انا والله لا نعرف اسم واحد منه، ويقول لك عندي برنامج وعندي برنامج يحكي وكوك هو في التلفزه. كون باش تنتخب؟ انا والله ماني منتخب واحد. ما عادش عندك ثقه في حتى واحد؟ حتى واحد. مات السبسي مات معاه الدنيا كلها. والله مشى السبسي صحيح وفيه هذاك بالرسمي، يا ريت حتى يقول حاجه ولا حتى يعمل حاجه غاد عملها على نيته. مش كيما هذوما يعملوا فيها حاجات اخرى. بنقول لهم تونس قبل الانتخابات وقبل كل شيء. والاحياء الشعبيه هي اللي خلقت تونس. فهمتني؟ وان شاء الله اللي يشدها يكون معناتها في المستوى. فهمت؟ نحن كتشوف معناتها اعطينا نحن ناكلوا ونشربوا فهمتني؟ يزي ما حشنا بشيء فهمتني؟ اعطينا العباد الزوال يعيش. فهمت؟ تو مساكن حتى سلطه مشويه مش خلط عليها العباد. هاني انا تو معناتها نبيع في الفلفل والطماطم، سلطه مشويه مسكينه ما مش مخلطين عليها. سلطه معناتها واحد باش يعمل سلطه مش مخلط عليها، قال لي باش ياكل لحم ولا دجاج ولا حاجه. من الثوره ورجع جاي يتفكروا كان الأحياء الشعبية وقت الانتخابات، ومن بعد ما ثم حتى شيء، فهمتني؟ كي نبدو من الباجي الله يرحمه، يدور بالحلفاوين، قفة الزوالي، هاي فارغة، ما لقاش باش يقضي ويعبيها، بعد وين تمكن وشد الرئاسة، ما حتى شيء. بالنسبة تو الانتخابات تو اللي موجودة تو، اللي بتسد رئيس معناها وبتسد البلاد. على مصلحته هو موت مصلحة الشعب، وبالنسبة للشعب تم 50% موت ينخب خاطر موت ما عندوش منبع قاعد رابح معناها بتدخل مداخيل ولا بتي معناها ياخذوا حاجة معلومة من عندهم، ما راه شيء ما شاف شيء، قاعد ياخذ 40 وكان جاته خطية يخلط، كان جاته ورقة نتاع ماء يخلط، جاته ورقة نتاع ضوء يخلط، والحمد لله هذا كل منين ما عند ربي سبحانه. بالنسبه للانتخابات اخويا اللي بتنخب ينخب على روحه، بالنسبه لي انا اخويا ما عنديش حتى واحد ثقه فيه بتنخب، وكل واحد عنده مسؤوليه على روحه. هذوما انا نعتبرهم فلسين. علاش؟ على خاطر كلها الاحزاب هذه اللي تتبع في الاحياء الشعبيه هذه حاطه نظاما وبودريه وواد الليل و و و هذوما كلهم يلعبوا على الانتخابات، ولكن انا نوصل لهم كلمه نقول لهم راكم باش تخسروها الانتخابات. باش تخسر الانتخابات لان الشعب فايق. الشعب فايق. ما عادش هذه امور نتاع باش تجيني الحي فهمتني وباش ننتخبك وهكذا تطلع علي كيما احزاب تو انا جوني جيت 3 ولا 4 احزاب راه ما ولهيك يجي يقول لك اعطيني بطاقه تعريف واعطيني كذا ونقيد اسمك ونقيد وهم كلهم هذوما انا نرى فيهم فلسين ما عندهمش فهم. تقريبا جماعتين يفصلون على الانتخابات. انت قررت شكون باش تنتخب؟ اطلعت على برامج المترشحين؟ شوف انا باش نقول لك الواقع مانيش باش ننتخب. الواقع ما باش نقول لك بصراحه لان ما ثم حتى انسان نجم تعطي فيه الضوء يعني باش تنجم تنتخبه. كلهم ولوا حاشاك يكذبوا علينا، كلهم يمثلوا علينا، كلهم ما انا ما ثم حتى حزب حاليا باش ينجم. ليه سحب ثقتك من الكل يعني؟ اي خاطر وعدونا قداش المره وما ثم حتى وعد صحيح. حتى حزب من الاحزاب عطى الوعد نتاعو طلع صحيح. وانا انت سمي لي انا وحزب. ثم حتى حزب كلها تمثل. كلها تمثل وكلها تحب فهمتني تنتخب تحب ترشحي للرئاسه، لكن هذا الشعب فاق. تو ما عادش عنده ثقة حتى في حزب. كان في الانتخابات يتفكرهم يعملوا الحملة الانتخابية نتاعهم، كان في أكبر الأحياء في حي تضامن مثلا، يعملوا الحملة نتاعهم يمشيوا الأرواح وفات، معناها الوعود اللي يعملوها للشباب ما يعملوهاش، تنمية يعملوها اللي يوعدوها للشباب ما تصيرش، أي حاجة تصورها في بالك أنت مثلا من الوعود اللي يعملوها يصير منها شيء، شنو يصير مثلا؟ حد شيء يكشف فيها فقر بطالة كذا وكذا، وإن شاء الله معناها اللي يجي لتونس يكون معناها يخاف ربي في الشعب هذا وكاو. عندك امل باش تصلح البلاد؟ والله اذا كان يكون انسان معناها تعرف شنو هي يخدم البلاد بالباهي علاش لا؟ ما تتصلح علاش لا؟ نجم تتصلح
اذا كان يكون الانسان معناها يتباعدوا على التجاذبات السياسيه هذه قد يكون البلاد تتصلح وقد يكون تمشي للباهي، قد يكون يصير فيها تنميه ويصير فيها تشغيل، يصير فيها برشا حوايج باهيه ان شاء الله معناها نتمنوا تتصلح. الانتخابات على الابواب تقريبا جمعتين فقط يفصلون على الانتخابات، قررت شكون باش تنتخب ولا؟ لا لا بصراحه لا مبدئيا لا ما تلقى حد ينتخب حد مبدئيا قديش من واحد هم يعني مازلنا ما نعرفوش شكون باش يترشح وشكون يجي في القائمه الاولى وشكون باش تعرف شيء قديش من واحد هم 150 واحد هم مترشحين 26 حاليا 23 26 وشكون باش تنتخب في 26 هذا مش يخدموا مصلحه البلاد هم كل مصالح سياسيه مصالح شخصيه باش يخدموها لارواحهم ولا اكثر من هذا حيط هذا المنسي منسي ومهمش والشباب قاعد هوك على الحيط كاو شنو تحب تقول السياسي؟ السياسي يعني شو نقولهم؟ نقولهم ما عادش نؤمن حتى واحد انا بالله ما عادش عندك ثقه في حتى سياسي؟ في حتى واحد كاو عليه؟ خاطر الوعود ياسر وبالكذب هكاك ما يوعدوك برشا حاجات وما التنفيذ ما فماش الانتخابات عاملينها معناها لمصالحهم الشخصيه الاكثريه قليل وين تلقى شكون يحب يخدم مصلحه تونس اول حاجه هذه ثاني حاجه معناها كانهم يلوجوا على الفلوس والكرسي اكثر حاجه يجريوا وراه برشا تشري في عباد بالفلوس فما برشا عباد تجيب عباد تحبها تخدم الحملات الانتخابيه برشا فلوس فما عباد تجيك نهار الانتخابات تقول لك خذ فلوس وبرا انتخبني معناها مش حل هذا كيف باش تكون انتخابات شفافه وعباد تجيك تعطيك فلوس لازمنا حل معناها العباد البرا قبل ما يدخلوا لداخل ما فهمش يعني رئيس يستحق انه يكون رئيس ويمثل تونس ويرتقي بتونس للافضل للاحسن تولي تونس ويقضي على البطاله ويتطور تونس شوف احنا ما نقطعوش رحمه ربي وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون عندنا شكون اللي نجم يصلح البلاد هذه لان البلاد هذه راهي شوف نقول لك البلاد هذه راهي يلزمها واحد يكون صحيح ثابت يعني عنده في مخه ويحب يخدم البلاد هذه ماهوش يعني كما الاحزاب اللي جاوا فهمتني كلهم لك بالوعود 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 وما ثم حتى وعد تنفيذ برشا كما النهضه تكلم قداش المره تكلمت كما حمل همامي داود ديجا حمل همامي تو عنده عامين ما عادش يتكلم كما سيسمك نتاع القسرين هذاك سيسمو ياك نتاع القسرين نسيتو وين كما حاسيلو برشا احزاب ماهيش ما همش قادرين وما ينجموا يعملوا حتى شيء لا ما ينجموا يعملوا حتى شيء يعني اللي انتخبته قبل في 2014 ما عادش باش تعاود تنتخبوا انت امبوسيبل ما خاطر ما عطاه حتى شيء للبلاد ما عمل حتى شيء حتى شيء ما عطانا ما شفنا حتى شيء الوعود كاذبه شفنا حتى شيء اذا كان ثم حاجه عملوها للبلاد انا موجودين ثم حاجه برك عملوها البطاله البنيه التحتيه هاك تشوف فيها ديجا حتى على الفيسبوك انت شوف خسارة سعيد كيفاش ما عادش يعدي جمله التجاره صي عليها يعني التعليم كيف بوسطه مقرفه عندها 3 ولا 4 ايام يعني ناس مساكن يستناو في الشهريه في 100,000 و120,000 تخليهم 3 ايام و4 ايام يمشيو يجوا على بوسطه ما هذه ما ماهيش معقوله ناس عمرهم في 80 سنه تخلي فيه يمشي ويجي علاش؟ شنو تحب تقول للسياسيين؟ السياسيين يا راجل كون سياسي قوي تكون عندك شخصيه تكون عندك كلمه فهمتني؟ ماهيش امور نتاع جي باش تفلم علينا وتمشى على روحك يرحم والديك الانتخابات لازمه لكن احنا ما عادش عندنا ثقه حتى في احد ما عادش عندنا ثقه حتى في احد مفقود الثقه في العباد هذوما وحتى واحد ما هو قايم بالواجب البنيه التحتيه والسفلية وكل معناتها البلاد داخله بعضها لا مراقب اسعار لا كذا لا حتى شيء لا بلديه تخدم لا حتى باش تمشي تعمل ورقه اذا ما تدفعش عليها 10,000 ما تخدمهاش ثم شكون قاعد يخدم انا جماعه اشتعدنا احنا ناس مستعمرين شعب مستعمر بعضه شعب قاعد يحك في بعضه شباب طايش شباب ولا يسرق منيش يسرق منيش توقع هالحكايات هذه هم البطاله والخصاصه فهمتني
اي انت توا غادي شيخ بشهريك كذا هنا هو ما عندوش حتى دينار. كيفاش تحبوا باش ما يعملش الجرام؟ يعمل الاجرام. لازم يقوم بالشباب ويزم الانهجاريه فهمتني؟ حاله حليله شتوات معناتها ما ثم حد شيء اللي هو قايمين به في هالبلاد هذه. ما فماش حد شيء. السياسيين ما همش مهتمين بالبلايص هذيا حي الضامن وحي الزهور وملسين وبلايص الحياة الشعبية جملة واحدة. وقتاش تفكروهم وقت الانتخابات كي تصير باش انتخابات حاجتهم مصلحة. احنا كياساتنا حفرة تبدا في كياس تضرب 3 سنين. تمشي المنار خويا نخدم في الأوروبية نخدم مصلحة الطرقات. بالوقت يريقلوها قدام دار الوزير أي والي يحطوه يريقل حومته يريقل بلاصته يريقل. وبالنسبة للانتخابات ولا ريت العباد كل الشعب الحياة الشعبية كل بردت على الانتخابات. ما عاد شوف لهم في بعضهم مش متفاهمين. واحد في الحبس واحد خرج والاخر ما عنده قضايا والاخر كذا. الشعب ما اعطيه باش ياكل باش يعيش وما عادش حتى شيء. اعطاهم ياكلوا هما يزز يروحوا يزز صغاره. تو بالحق العباد فما عباد تبكي عليها بالدموع عباد كاريه وعنده كراء وعنده صغار تقرا وجيه العيد وجيه العيد الصغير وما الضوء بركه عباره واحد كير. انا ما احد من الناس داري خلص الضوء عباره كير. معناه يوريك العباد بالحق تمشي بلاش مخاخ ساعة ساعة مرأة بالكهرباء بتاعي بدنا متعدي اقسم بالله ما نعرفش كيف الشد فراغ شبيك يا حاجة تقول لي ليدي سامحني مخي سارح. عباد ماشي بلاش مخاخ ما عادش خالطة لحد شيء تعب العباد تعب ياسر. وهذه معناها ظروف من هما جماعة الرئاسة واللي لوجوا على الكراسي ما يهمتهمش بالشعب. هو ياكل وصغار وتاكل وخبز ومقرونة وعلوش والدنيا كل. والشعب الزوالي مسكين يعاني ديما يعاني واحنا نجروا عليهم هما راه احنا شوفنا نخدم وكل شيء. حتى اللي يخدم ماهوش خالط ما بالك مسكينك كيري وعنده ولده بالليك يبكي يقول له بابا كعبة يا غرت شنو حاسها دمه قلبه بدا دم عليه وما نجمش يشري له كعبة يا غرت ما نجمش يوفر له برشا حاجات. الحليب يتفقد على حي النصر والمنار ما تفقدش عليه يتفقد كان على الحياة الشعبية ناحيله ناحي العظم ما ذماش الزبدة ما ذماش. عباد عايشة برك تربي غير واحد عنده قناعة اللي فما ربي في الوجود وهذاك هو معناها عايشين والحمد لله. واحد ديما يقول الحمد لله حتى على صحة بدنه.